ردا على المجازر التي يرتكبها النظام السوري في ريف حماة الشمالي، يقوم الآن أبطال من مجاهدي لواء عبد الله عزام التابع لحركة إحرار الشام الإسلامية باستهداف حاج الزلين بقذائف الهاون عيار 120. الله أكبر، العزة لله، الله أكبر. ردا على قتل الأطفال. الله أكبر، الله أكبر، أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هدف محقق، هدف محقق. الله أكبر، العزة لله. استهداف حاج الزلين بقذائف الهاون عيار 120 لواء الشيخ عبد الله عزام. الله أكبر.